هي موقع سامي الأرزاق. سلام سلام. اسمع اسمعني حوله. خلاص هي خلاص خلاص صحيت بارك الله فيك يا بابا. خلاص خود خود. شنو؟ خذ برا في حالك. لا خلاص نظفتها لي بارك الله فيك. شكرا. لا انا ما ناخذ فلوس من غير ما نخدم. عادي عادي غير خود. شنو عادي؟ انا ما ناخذ فلوس كان بعد خدمتي. بنت خدمت نظفتها لي بارك الله فيك. اسمع هي سياره نظفها يا باينه مسخه السياره يا نظفها. نظفت لك السيارة قبلك. سامحني يا اخويا. انا الكنبة اللي شكون خليتها ما. شنو هي ذي؟ ايه. جابت وينا؟ هكا الكنبة؟ بنيتنا نشتغل. شنو اسمها اخويا؟ انت يزي يا ولدي. هي هزت. لا جيت من الساعة. البيش تلميع قبلك. يا ولدي يزي. سيبون هاي. امشي اخذ في بلاصه اخرى. امشي هز تمشي كل شيء في بلاصه اخرى. يا ولدي هاجي هو الراجل باش ينظف. انت شو مدخن عندك فيها؟ هي جمال هيجي. هز طل هز طل بتاعك هاي. هز صد برا البلاصه. اه ويزا زين شو الحشيش الحاله هكا. خويا بالله في صحة نمشي نروح. اش تعمل؟ لبيسة؟ اش تعمل؟ والله ما نطلقها زي الفل يا أبي. لا زي الفل متاعك. شكون أبي خلينا نشتغل. الله يخليك. تشتغل يا ولدي؟ نشتغل. خبيت فلوس باين نشتغل. لا خبيت فلوس باين نشتغل. مين خديتهم الفلوس؟ بس شكون؟ العبلة نتاعك. لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضلي. أنا لاباسة. نعم دفعت لي ولدي الفلوس. من هو؟ كان هبطك. آه هذا. اسمعي. هو توا انا اول ما خشيت الشان جاي يمسح في سيارتي. باهي قلت لك بابا هذه مرسيدس ما تقدرهاش ما خاف تصير لها حاجه. فهمتي؟ قلت لها هي السياره هذه عاديه برا مسحها. اي مرسيدس مسحيها انت تحبي تعطيها. علاش تو سامحني كرهبتي هذيك مرسيدس مش مرسيدس سياره. لا انا سيارتي يا ماما غاليه. فهمتي؟ ايش نعمل لك انت؟ على الاقل يا ولا يمسح سيارتك ولا يتعلم فيها شكله مبتدئ هو. يتعلم سيارتك. لا يتعلمش عندي انا سيارتي جديده ماما غاليه. جديده ما تدفعش للعباد ما يهمكش اللي تلعب لعباد. ما انا ايش تبيني ندير لك؟ المهم انا سيارتي ما ينسهاش. لاباس انت يا هوني سيارتك ينظفها لك. مش تبي تنظفها انت؟ انت شو مدخلك انت؟ انا نحب ننظفها ما نحبش ننظفها. انا المهم انا سيارتي ما ينسهاش. ما تحبش ننظفها. انا سيارتي ما ينسهاش. هي حطينا سيارتي ما يمشهاش. هي ما لا لا فلوس. انا دفعت انا فلوس. ايه باهي جا باباك ما دفعت لك هي فلوس يا شاك. هاي تربتها تفضل نصف لها المرسيدس نتاعها. لا لا انا اختصاصي سيارات شعبيه. هي سلفها مرسيدس والله صوتها بنتي. خير اسلوبك هيك. انت اللي خيرك هيك. خير اسلوبك هيك. انت بس غزه ما تعرفش تحكي. انا شو قلت لك؟ قلت لك الولد خلينا نظف لك سيارتك. شو المشكلة؟ شو تبي؟ نبي ندير تعارف. ليه ما نبي؟ في شوية هكا. لا أنا ما نبيش. ما تبيش؟ ممكن الفيس نتاعك. ما عنديش فيس. عرف؟ ما تعرفينيش أنا. لا أنا سامي.
شفت السيارات هذه كلها هذه نظفها أنا. وتعرف عندي أنا إيش عندي؟ عندي قومة، عندي قومة، وعندي نشافة، وعندي معقم هذا، هذا النظف بيه الروشن، وعندي الساطة الثاني في القوش. اصحي تبي نعطيك القومة كلها؟ شن دير؟ شن دير؟ تعال هنا اسمعي، انا قلت لك نط فيها ولا اسمعي هكا نط في بيها في حوشكم. اسمعي شو اسمع كلمتينا جري فيها تصغار جري فيها تصغار كلها منك. اعطيني فرصة. لا اعطيني فرصة. لا اعطيني فرصة. اعطيني فرصة. اعطيني فرصة. اعطيني فرصة.